مساء الخير يا استاذ احمد، كل سنه وحضرتك طيب، طيب، رمضان ما كريم. الذي يجري في تل أبيب؟ ما وإلى أين تذهب إسرائيل في هذا المشهد الذي نراه أمامنا؟ هذه اللحظات لحظات حاسمه وخطيره في مصير الدوله الاسرائيليه منذ التاسيس عام 48. دعني اقول انه هناك عرض وهناك مرض. ما نراه هو عرض، المرض الحقيقي أن النسيج المجتمعي الإسرائيلي غير مرتاح إلى بعضه البعض، هذا قلناه مرارا وتكرارا. أنت لديك يعني شتات دياسبورا عادت من أشكناز ومن سفرديم في الداخل من جماعات دينية مختلفة الأطياف والأطراف، ليست إسرائيل على قلب رجل واحد، هذه واحدة ممكن نقول دجمائيا عقديا. الآن تحول المشهد كمان إيديولوجيا، هذه الإيديولوجية ما بين نتنياهو، التطرف اليميني يحاول أن يأخذ إسرائيل إلى أبعد حد ومد من الإقصاء والعزل للإسرائيليين أنفسهم. يعني هو يحاول أن يحيط نفسه بقوانين وبتشريعات ترى جموع الإسرائيليين أنها تختصم من الديمقراطية. ثلاثة، ما يجري من قبل نتنياهو يعزز الشرخ الحادث في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. أربعة، والأهمية أن الجماعات الداعمة لدولة إسرائيل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، جماعة جي ستريت وغيرها، باتت الآن يعني تعادي نتنياهو وترى أنه يدمر الديمقراطية. حين تقترب من لفظة الديمقراطية في الداخل الأمريكي فأنت تهدد العلاقة العضوية بين تل أبيب وواشنطن. تسألني ما هو الخوف الأكبر؟ الخوف الأكبر الذي أستشعره أن يسعى نتنياهو للهرب إلى الأمام، الفكاك إلى الأمام، إشعال الحدود الجنوبية مع لبنان، إشعال الملف الإسرائيلي الإيراني، يعني كلها فخاخ واردة وقابلة للتفجير للخروج من الأزمة الداخلية يتجه إلى الخارج، وممكن بشكل غير متوقع. يعني من اليسير على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدبير أو ترتيب قصة يعني ما ورائية، اعتداء حدودي، طائرة مسيرة، يعني ما يوجه انتباه الجماهير إلى ناحية أخرى. لكن أظن أنه الإشكال الأكبر أيضا الذي لم أشر إليه أن التمرد وصل إلى داخل الجيش الإسرائيلي، قوات الجوية الإسرائيلية. يعني بالفعل لحظة غير مسبوقة الإسرائيليون يشعرون بأن هناك خطر محدق بالداخل، والخطر هذه المرة لا يأتي من الخارج، يأتي من الداخل. كثيرا جدا في تحليلات قلنا أنه الخطورة على دولة إسرائيل ربما لن يتهددها أحد من الخارج، بل التهديد من الداخل ثم التهديد من خلال العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا ليس سرا أن تل أبيب تسعى لتعزيز أواصر الثقة مع بكين بعد أن اهتزت العلاقات مع موسكو عقب المواجهة الروسية الأوكرانية. يعني نحن في عالم به حالة من السيولة الجيوستراتيجية والفوضى المجتمعية. يعني عسى الله أن يستنقذ بلادنا وأهالينا من هذا القلق. أستاذ إيميل، المشاهد دي لم نراها من قبل في إسرائيل، مش كده؟ هذه من المرات يعني على ما أتذكر شبه النادرة، لم أرها يعني بالنسبة لي وأنا يعني أقترب من العقد السادس، لم أرى هذه المشاهد من قبل. إسرائيل دائما كانت على قلب وفكر واحد، كانت المؤسسة العسكرية ربما في لحظات ما في ناحية مختلفة. يعني دعني أذكر بما كان يصرخ به ليفا أشكول صباح الخامس من يونيو عام 67. ليفا أشكول رئيس الوزراء كان يصرخ بالقول، هذا ما ذكره إسرائيل ليور مدير مكتبه جنرال إسرائيل ليور، أشكول كان يصرخ ويقول إلى متى يريدون لنا أن نعيش على حد السيف. هذا عن الجنرالات الذين استولوا على أراضي بالقوة، لم يستطيعوا ولم يكن من الممكن الحفاظ عليها بالسلام.
أراضي مصرية، أراضي في سوريا، أراضي في الضفة. الآن الخطر لا يأتي من الجنرالات تجاه الخارج، ولكن ربما من الجنرالات في الداخل. وهذه يعني لحظة من لحظات الأقدار غير المسبوقة في التاريخ الإسرائيلي الداخلي أستاذ أحمد. طيب هل ده معناه نهاية حكومة نتنياهو، معناه أو تطورات ربما أبعد مما نراه الآن، دعوات لإضراب عام غدا، إقالات في كبار مسؤولين، إضرابات في كل القطاعات اللي موجودة داخل إسرائيل، قلق أمريكا عندها قلق كبير، وبتقول إنه ده يهدد الأمن الإسرائيلي ويهدد كمان الجيش، يعني هم قلقانين إنه كمان ده يؤثر على الجيش الإسرائيلي اللي بيحصل في تل أبيب. القاعدة الفقهية واللاهوتية أن كل بيت ينقسم على ذاته يخرب، وكل أمة تنقسم على ذاتها لا تثبت. بلا شك حكومة نتنياهو أظن أن الوقت تجاوزها. الرفض الشعبي لها واضح إلى أبعد حد ومد. الضغوطات الأمريكية في هذه اللحظات الحرجة والحساسة، اليوم يتحدث هنري كيسنجر بطريرك السياسة الأمريكية وهو يقترب من عامه 100، يتحدث عن الحرب الباردة الأخطر. لدى واشنطن ما يكفي من الصداع حول العالم، روسيا أوكرانيا، الصين تايوان، الملف الإيراني، هي ليست في حاجة إلى حليف عضوي. يعني هناك مما لا يقال أنه احتياطات الجيوش الأمريكية موجودة في السراديب تحت الأرض في دولة إسرائيل، وهذه لا تفتح إلا في حالات الحروب النووية والدولية والكونية، قصص معقدة يعني تحتاج إلى حلقات مفصلة لشرح هذه العلاقة العضوية. أخطر ما في المشهد أنه الروح التي كانت مهيمنة في الداخل الأمريكي تجاه إسرائيل تفتر. حتى الديمقراطيين الداعمين إلى أبعد حد ومد، الداعمين لإسرائيل ظالمة أو مظلومة ولم تكن مظلومة يوما، الآن دائما تتعاقد يعني ترتكب الجرائم ولا أحد يحاسبها أصلا. بالضبط. الآن بدأ هذا يتغير أستاذ أحمد. الأجيال الأمريكية الجديدة، الإعلام الأمريكي الجديد، وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لتوجهات الدولة الأمريكية العميقة، كل هذا الآن بدأت إسرائيل تفقد منه مساحات عريضة من الدعم والتعضيد. دعني كمان يعني أذكر يعني بصفة من له دل على السلم ويكره الاضطرابات، لأن الاضطرابات ممكن تعم وممكن تؤثر، لا سيما إذا كان طريق الهرب إلى الأمام، الهرب إلى الأسوأ. يعني لا نتمنى الاضطرابات في أي منطقة أو في أي مكان في العالم. دولة إسرائيل، نحن نتحدث عن الأراضي الفلسطينية، احتلال، عن احتلال الأراضي المقدسة، الكيانات المقدسة في الأرض. يعني أنا أخشى أنه في وسط هذه الأزمات نرى تيار يميني بن غفير وجماعته يعني يقدموا على اقتحام الأقصى مثلا، ونحن في شهر رمضان، محاولة لتوجيه الانتباه والالتفات، وهذا أمر وارد جدا. وهذا ما جرى في صبيحة 5 يونيو، كانت هناك محاولات لهدم كنيسة القيامة والاقتحام الأقصى ولنصف الأقصى بطائرة محملة بالديناميت والمتفجرات. يعني هذا سيناريو يعني ليس مقبول. أخطر لأنه بنتكلم دلوقتي على عشرات الآلاف ويتوجهوا الآن إلى الكنيسة الإسرائيلي الآن، واضح أنه في تحركات حوالين محاصرة الكنيسة بيت نتنياهو الحكومة، وبالتالي هناك تحركات على الأرض. والأنباء اللي جاية دلوقتي الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة على الأوضاع داخل إسرائيل. واضح ان احنا شايفين كلام في منتهى الخطورة. أيوة. هذا كلام في منتهى الخطورة. وظني المتواضع أن دول المنطقة في حالة استنفار، ولابد أن تكون في حالة استنفار. أنت تتحدث عن دولة نووية على حدودك، يعني على حدود العالم العربي. نعم. وحالة سيولة بهذا الشكل، ما الذي يمكن أن يحدث؟ إيه اللي مطلوب يعني من العالم العربي؟
او مخاوف المخاوف اللي عند حضرتك ايه في النقطة دي تحديدا؟ اولا الوعي والانتباه التام والكامل، ومحاولة ضبط النفس الى ابعد حد ومد، والتحرز والاحتراس من اي سيناريوهات انقلابية داخلية. يعني حقيقة رغم خلافاتنا الجذرية مع اسرائيل، لا اتمنى ان تصل المسألة الى احتراب اهلي في الداخل الاسرائيلي، لأن دولة مسلحة نوويا ودولة بهذا المستوى أخشى أنه تكون بس دي أوضاع كارثية. داخلية يعني أوضاع داخلية وفوضى داخلية، مش يعني ليست أمور خارجية، كلها أمور داخلية وقضايا خاصة بيهم هم مع بعض يعني. هذا صحيح، مفيش حد بيحرك الكلام ده يعني. ده يعني بالقطع، ولكن هي فوضى حضرتك. أخشى أنه في قلب هذه الفوضى يكون الطريق الوحيد هو السيناريو الشمشوني. دائما في الاستراتيجيات نستخدم هذا التعبير، السيناريو الشمشوني، بمعنى انه يحاول تصدير الفوضى الى الجميع، نظام علي وعلى اعدائي. لا سيما انه يعني حكومه نتنياهو كثيرا وطويلا تحدثت عن مواجهه مع ايران، المفاعلات النوويه الايرانيه، البرنامج النووي الايراني، الازمه مع حزب الله في الجنوب. يعني الخطوط تتماس وتتقاطع بشكل غير عقلاني وغير مدروس، يعني في سيماتريك واسيماتريك. لكن هل ما يحدث ده ربما يكون ليه ايضا يعني تاثيرات على الاوضاع المحيطه؟ كل السيناريوهات هي زي ما ذكرت لحضرتك، نعم. حاله سيوله في المشهد السياسي، والان انتقل من السياسي الى الامني، وربما من الامني الى الفوضوي. دعنا نرى الاجتماع الدائر الآن الكابينت الإسرائيلي برئاسة نتنياهو إلى أي مدى يمكن أن يمتص غضبة الشارع، إلى أي مدى الشارع الإسرائيلي سيمضي في الاعتراض العنيف، وهذا التعبير العلمي عن يعني مشهد أسوأ. لا نتمنى أن الأمور تصل، لكن يبدو أنه رايحين المشاهد اللي قدامنا دي بتقول لا، الأوضاع القادمة هتكون أوضاع صعبة جدا، لأنه بقى لهم أكتر من 3 أسابيع وبنتكلم على مئات الألاف من المتظاهرين كل يوم، ولكن النهاردة يبدو الأمور بتزيد أكتر والأوضاع أكتر سخونة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إميل أمين.